طيب آداب الاستئذان. سؤال بيجي: لماذا تحترم من يطرق باب بيتك قبل دخوله؟ لأنه يستأذن قبل الدخول. من الأدب لما تخش لأي بيت ولا أي مكان تدق الباب تك 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 تك، بيقول لك من، مش يقول له أنا، تقول له حبيبي عشان نعرف من أنت. يقول لك ما تشتي أدخل، لا قال لك لا إيش تسوي؟ أروح لا. ولو قال لك أدخل تفتح الباب بأدب وتدخل، تمام؟ عشان كذا اللي يستأذن الناس تحبه، الاستئذان حلو أدب، تمام؟ الله قال إيش؟ الله أمر المسلمين، تمام؟ لما يكون معهم أولاد مثلك هكذا، عيال 9 سنين 10 سنين، يستأذنون. الكاميرا سجلها. شو سحابك يا حبيبي؟ سحابك. أما يعني. ولا ولا حتى أنا سحابي. كيف اسم مدرسة حياتك اليوم؟ بذرة حية، صح. وش سؤال ثاني؟ وش سؤال ثاني؟ ما هي طرق تكاثر النبات؟ والرابع يلون أسأل لون